وها هي الدماء تسيل في الأرض المباركة. يسيل دماء المسلمين هناك عصابة رئيس وزرائهم. 15 seconds. Break the fast. شوية إسلام، شوية نصرانية، شوية يهودية، شوية منه هو. هؤلاء القوم، هذه الأجيال كانوا في كل جوانب الدين. نيت لبنوذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهر الله هذا كان أمل العبد أن لا يعكر صفه شيء وأن يتفرغ المرء لعبادة ربه، لكن حجم المواد التي استهدفت العقائد لا يطاق، فهذا يستهزئ باسم الفن والدراما، وذاك يهون من شأن مخالفة أمر الله جل وعلا باسم الحيادية، وآخر ينتقص أهل الديانة باسم الترويح عن النفس والترفيه ونحو ذلك. حتى نتفليكس لم تضيع الفرصة، فأي عقيدة تصان بعد ذلك وأي تعظيم لله يبقى؟ 15 seconds. Break the fast. Break the fast. Break the fast. 5, 4, 3, 2, 1. وكل هذا من شأنه أن يقتل الغيرة على العقيدة في نفسه، بل أخ التوحيد زاد الطين بلة. ما صدر من بعض المنتسبين إلى الدعوة مما لا أفهم غرضا منه سوى كتم استعلائك بالتوحيد، فهي إذن أخي شبكة وخيوط ضلالة تحاك. ولا تعجب من هذا بعد، فالأعجب أخ الإسلام أن تعي أن حفلة الحياكة هذه عمرها طويل في الأمة. نعم، اجتمع عليها أصناف شتى وطرائق قددا في مد تاريخي طويل وفلسفة طويلة عريضة، رجوعا إلى العصر التتري. التتر، وما أدراك ما التتر؟ نعم، التتر كانوا من أكبر الداعمين لمثل هذه الأطروحات، كانوا دعاة تسامح ديني وتساهل بين الملل. وربما تقول في نفسك، ألم يكن التتر قمعيون مجرمون؟ فكيف يقال بعد ذلك أنهم كانوا دعاة تسامح وتقارب؟ فنعم، نعم، التتر كانوا قوما سفاحين، كانوا قتلة غلاظ وأصحاب قمعية وجرائم واستبداد، لكن انتبه، لقد بلغ بهم طغيانهم أن أرادوا الولاء والبراء عليهم بالدرجة الأولى. فلما دخلوا الديار ووجدوا الناس توالي وتعادي على أديانهم لم يرق لهم ذلك، أرادوا إسقاط ذلك، كأنهم غاروا على منظومتهم، ولم يعجبهم وجود منظومة أخرى تزاحمهم على الولاء والبراء. فاعبد ما شئت، اعبد الله أو اعبد يسوع أو اعبد بوذا أو اعبد القبور والأشجار والأصنام، اعبد إلهك بينك وبينه، لكن أن يكون عليه الولاء والبراء والبغض والمحبة والاعتزاز والانتماء فلا أبدا، هذا غير مسموح. منظومة الولاء والبراء الكبرى هي منظومتي أنا. هكذا كان حال التتر، وعلى هذا المبدأ بنى جنكيز خان ياسقه. شوية إسلام، شوية نصرانية، شوية يهودية، شوية منه هو، خليط من الشرائع هكذا. وكلام ابن كثير وغيره مشهور منثور والحمد لله. وقد وصفهم المؤرخ المعاصر لهم علاء الدين الجويني، فقال: إن الظاهر من عموم مذاهبهم الإدانة بوحدانية الله تبارك وتعالى، إلى أن قال: ومنهم من دان باليهودية، ومنهم من دان بالنصرانية، ومنهم من اطرح الجميع. قال: ومن عادة بني جنكيز خان أن كل من انتحل منهم مذهبا لم ينكره الآخر عليه. واليوم ما نراه من الحكومة الفرنسية قريب من هذا. لو يأتي إنسان ينتسب إلى التوحيد ثم هو سهالات مع من ضل عن هذا التوحيد من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الملاحدة، فماذا تتوقع من جماعة ماكرون أن يقولوا له؟ ستفتح له أبواب فرنسا، سيفرحون به وسيمكن له في وسائل الإعلام، أليس كذلك؟ بل في الهند اليوم رئيس وزراء الهند مثلا، وإن كان يظهر التسامح والتقارب الديني كما في كلمته أمام المنتدى العام للصوفية في نيو دلهي بحسب جريدة اليوم السابع، وركزت كلمة رئيس الوزراء أي الهندي على التاريخ الثري والعظيم للصوفية وقوة التسامح والتعاطف وحاجة كل القوى البشرية للتعاون من أجل مواجهة الإرهاب والحقد، لكن الواقع يا أخي أنه إنما طالب المسلمين فقط بهذا التمييع. أما عندما يفتري أبناء منظومته على المسلمين ويحصل لهم بعد ذلك من الأذية ما الله به عليم، وقد عنونت الإخبارية الحرة الأمريكية بعد اتهام الحكومة لهم بنشر الكورونا هجمات معادية على المسلمين في الهند، هنا لا تسمع منه شيئا، لا تسمع منه همسا. هذه الفكرة التي رأينا دعما تتريا لها، أكان لها أثرا في الأوساط الإسلامية آنذاك؟ الجواب نعم، وهذا شأن كل فكرة تروج في ديار الإسلام ويكثر تكرارها على مسامع أبناء المسلمين، سيكون لها أثر على بعضهم ولا محالة، ولو كانت مرفوضة ولو كانت مخالفة للشريعة، سواء كانت فلسفية كلامية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى تتعلق بالترفيه والتسلية، هذه عاجلا أو آجلا سيظهر أثر
آثارها على المسلمين، وسيبدأ يتسلل الحرج فيما يخالفها في الشريعة من أحكام، وتبدأ ترى أقواما فعلا حصلوا علما ولهم اطلاع جيد، لكنهم نتيجة هذه الضغوط تبدأ تسقط عيونهم على متشابهات نصوص الوحي أو المتشابه من كلام أهل العلم، وكل هذا ليظفروا بحرف واحد يزيح عنهم شيئا من هذا الحرج. يا إخوة التوحيد، رأينا هذا في مواضيع كثيرة، رأيناه في الموقف من المعازف مثلا، رأيناه في الموقف من المثلية، رأيناه في الموقف من النسوية وحقوق المرأة، وأيضا لما انتشرت مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير، رأينا وما زلنا إلى يومنا هذا بعض المحسوبين على العلم يتحرجون من حد الردة. والحقيقة المرة أن هذا الحرج زائد، وهذه الضغوط المزعومة ليست سوى غثاء وأوهام، والحمد لله شهدنا في هذه الأيام ما يدل على هذا المعنى. فبعد اتهام المسلمي الهند بنشر الكورونا واتخاذ ذلك ذريعة لأذيتهم والحط من دينهم، نسمع الآن اعتراف الهند بأن أعياد المشركين هنا هي السبب الحقيقي لنشر الكورونا هنا، ولكن للأسف ما زال من المسلمين من يقيم وزنا هذا الحرج وهذا الهراء الذي لأجله يترك دين الله جل وعلا ويحرم. المهم، التأثر بهذا الحرج هو ما جرى عند دعم التتر لهذه الأطروحات، أطروحات التساهل والتميع العقدي، كان لها أثر على فرق الأمة. لا أتكلم عن اعتناق كامل لها كما كانت عند التتر، لكن هناك تأثر بوجه من الوجوه، ظهر شيء من ذلك في كلام ابن عربي، وأيضا بدأت تسمع من جماعات من الصوفية لاحقا قول الزندق الباطل لله طرائق بعدد الخلائق. بل إذا نزلت أخ التوحيد إلى مستوى الفرق المنتسبة للإسلام وجدت أثر هذا التساهل العقدي أشد وضوحا، إسقاط الولاء والبراء على ما يثبت من الحق بين هذه الفرق. ولعلي أجعل أسفل هذا المقطع رابط لصوتية للشيخ عبد الله الخليفي حول دور الغزالي في نحو هذه الأطروحات. من آثار هذه الأطروحات فشو القول بأن أهل السنة ثلاثة اعتقادات، الأشاعرة والماتريدية والحنابلة، وربما لو كان المعتزلة أو الكرامية لهم حضور في الأمة آنذاك لعدوا كذلك داخل دائرة أهل السنة. المهم أخ التوحيد، استمر هذا الحال واستمر ظهور هذه الآثار عبر العصور، حتى رأينا شيئا من ذلك في تصورات محمد رشيد رضا، أليس هو الذي أسس الشعار المطلق نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذه المقولة التي كان لها صدى في عدد من الحركات والأحزاب، وذلك لكونه يساعد في مزاحمة الولاء والبراء العقدي، حتى يصفو الجو بعد ذلك للولاء والبراء على هذا الحزب أيا كانت صورته أيا كان مسماه. بل ظهرت هذه النزعة كذلك في كلام ابن عاشور المفسر، حتى إنه قال: وفيما عدا ما هو معلوم بالدين بالضرورة من الاعتقادات فالمسلم مخير أن يعتقد ما شاء منه، إلا أنه في مراتب الخطأ والصواب. يقول: فللمسلم أن يكون سنيا سلفيا أو أشعريا أو ما تريديا، وأن يكون معتزليا أو خارجيا أو زيديا أو إماميا، إلى آخر ما قال. وبعيدا عما كان يقصده في قوله أن المسلم مخير أن يختار ما يشاء من هذه الاعتقادات، لكني أريدك أن تلاحظ صياغة الخطاب، طريقة عرض هذا الخلاف كأنما تصف خلافا فقهيا بين المذاهب، وهذا ليس بصحيح، لكنها والله أعلم من آثار هذه الأطروحات التسامحية وأطروحات تكافؤ الأدلة وخفاء الحق على الناس، والتي جعلت الخطاب بهذه الصورة إعذاري بامتياز. وأيضا أخ التوحيد، ظهر هذا النفس الإعذاري في الخطاب في تصورات جمال الدين القاسمي حول تاريخ الجهمية والمعتزلة، حتى جعل مقالاتهم في الاعتقاد حالها حال الاجتهاد الفقهي. بل حتى الشيعة أخ التوحيد، حتى الشيعة قام فيهم من يدعو إلى التسامح العقائدي مع أهل السنة. قد تتعجب حينما تعلم أن السستاني له مقولة مشهورة لفظها: لا تقولوا أهل السنة إخواننا، ولكن قولوا أهل السنة أنفسنا. نعم، لا تستغرب، السستاني رجل متسامح، واليوم نجد دائرة تسامحه شملت حتى النصارى، فهو يعلم أن جلسته مع بابا النصارى سوف توظف في فلسفة التقارب بين الأديان، ومع ذلك أذن بها وكان متسامحا. السستاني هو الرجل الذي عزى في مقتل قاسم سليماني الغير متسامح سياسيا. فالشأن إذن قريب من حال التتر، فعلى صعيد الأديان متسامحون، اعبد ما شئت، لا نكير عليك، وكلها طرق إلى الله عز وجل. أما على صعيد السياسة والسيادة فنحن قمعيون سفاكو دماء، لا مجال للتسامح في هذا المجال، لا تسامح ولا مهاودة. وحتى الأشاعرة منهم من يحاول جعل الخلاف مع أتباع السلف خلافا هينا وسهلا، وليس الأمر كذلك. على كل حال أخي، هذه الأفكار وإن كان بينها خلاف كثير في تفاصيل، وإن كان أصحابها في معسكرات سياسية متقابلة، إلا أنها في النهاية أطروحات تسامحية، كلها يصب في مكان واحد يعود على أصل الولاء والبراء بالهدم تارة
وبالخدش والتقليم تارة أخرى بغية هدمها بعد ذلك. نعم، أطروحات في النهاية تسلب غيرتك على عقيدتك، وما ذلك إلا تسهيلا وتطويعا لنقل الولاء والبراء إلى شيء آخر غير الدين. واليوم أخي نلمس انتعاشا ملحوظا لهذه الأفكار، وهذا طبعا نتيجة لعظيم تأثر الأجيال بالحياة الغربية، لأن الغرب فشى فيهم نحو هذا التمييع العقدي، فيهم أطروحات جون لوك وأضرابه والتي هي في النهاية من جنس ما كان يدعمه التتر آنذاك. طبعا هم تعدوا ذلك وأصبح شعارهم التسامح حتى مع الملحدين ومع كل شاذ وساقط، يحترمون ويقدرون كل اعتقاد ولا يعبؤون ولا ينكرون، لا يعبؤون بك ما دمت معهم، لا توالي ولا تعالي على دين وعقيدتك. وهذا النفس اليوم تسلل إلى أبناء المسلمين للأسف الشديد، أصبح بيننا هذا الشعور بالحرج والضغوط. فماذا حصل؟ رفعا لهذا الحرج انتشرت ظاهرة الترحم على الكفار مثلا، ولا تجدها انتشرت بهذه الصورة إلا في زماننا هذا، وهي في الحقيقة مظهر من مظاهر إلغاء الولاء والبراء العقدي. البعض غلا ودعا إلى إلغاء التكفير العقدي مطلقا، وهذا باطل وبهتان عظيم، وآخرون هم دون ذلك امتنعوا عن وصف أهل الكتاب بالكفار، مع أن الله جل وعلا في وحيه قال في اليهود والنصارى الذين يفرقون بين رسله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. ثم قال مؤكدا مصير هؤلاء الذين وصف في الآية: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن هذه الآثار في هذه الأيام كذلك حرص البعض الشديد على تضعيف حديث الافتراق. ونعم، ليس كل مخالف في العقيدة كافر، وكذلك ليس كل مخالف في العقيدة لا يكفر. وجدنا البعض كذلك يستحسن مشروع البيت الإبراهيمي كما زعموا، وإبراهيم عليه السلام بريء منه ومنهم، لكنها لا تحمل أبصار. ومنهم من استحسن شيئا آخر، ويقبل أحكام الكفار في الدنيا، يقبل وصفهم في الدنيا بأنهم كفار، لكن في الآخرة يتوقف، يجعلهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، شأنهم شأن عصاة المسلمين. وهذا أخي جوهر منشورات السويدان الأخيرة، وليس هذا جديدا عليه، فهو من فترة يدندن على هذه المعاني. والواقع المر أنه فرد من عشرات يتبنون هذه الفكرة، ينشرونها بين المسلمين اليوم وينصرونها وينشطون لها. المهم، هذا الذي يستحسنه كل طائفة من هؤلاء الذين ذكرناهم لابد أن يجدوا له مستندا شرعيا. وهنا أخ التوحيد، ترى أمام عينيك أحد براهين النبوة، ترى أولئك الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا آية المتشابه والمحكم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، هؤلاء دائما يتبعون المتشابه قاصدين بذلك تحريف المحكم. فانتبه وتيقظ أخي أخ التوحيد، تجد اليوم البعض يتعلق ويقول رحمة وسعت كل شيء ويسكت، مع أن الله جل وعلا كما قال: إنما يكتبها للذين اتقوا. ترى بعضهم اليوم يتعلق بالتفريق بين الوعد والوعيد ويسكت، مع أن دلالة النصوص واعتقاد أهل السنة أن الوعيد الذي قد يتخلف هو خاص بأهل المعاصي من أهل الإسلام، ولا يشمل البتة أهل الكفران، وإلا للزم لوازم باطلة وشنيعة. كيف تجعلون من أشرك تحت المشيئة؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، مع أن الله جل وعلا يخبر عن مشيئته ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله جل وعلا الذي قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم قال الله جل وعلا مؤكدا على عدله وحكمته في ذلك، قال: وكذلك نجزي المجرمين. والنصوص يا إخوة في ذلك كثيرة كثيرة جدا، ولا أدري هؤلاء ما دهاهم وما الذي جرى في عقولهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والبعض الآخر يا إخوة له نغمة أخرى يدندن حولها، يجعل الجماهير من غير المسلمين اليوم معذورين مساكين، يجعلون الأصل فيهم أنهم أهل فترة، راغبون باحثون عن الحق دائما، وأن مشكلتهم أنهم مساكين يحسنون الظن كثيرا بإعلامهم، وإعلامهم شوه الإسلام، فخلاص هم معذورون. مع أن الذي يقول هذا الكلام في نفس الوقت يقول: هؤلاء قمة في الحيادية وقمة في البحث العلمي، لكن لما يأتي الأمر، لما يتعلق الأمر بالإسلام وإقامة الحجة، نجعلهم من أغبى البشر، فتعتبر أن المتكبرين عن الحق والمعرضين عن الأديان وأصحاب الأهواء في الغرب قلة، ويعتبرون أن المجربين على إعلامهم الأكاذيب تلو الأكاذيب قلة فيهم، وهؤلاء يعتبرون أن القادرين على الضغط على أزرار في هواتفهم للدخول إلى المواقع الإسلامية ليعرفوا الإسلام الصحيح
هؤلاء قلة ويعتبرون أن القادرين على الوصول إلى ترجمة صحيحة للقرآن الكريم قلة ضئيلة نادرة فيهم، ولذلك دائما تجد منهم خطابا إعذاريا كأنه هو الأصل، خلص الأمر محسوم عندهم. ولكن للأسف للأسف يا أخ التوحيد، هذا الخطاب بهذه الطبيعة الإعذارية وإن كانت تقسيماته تقسيمات صحيحة عند أهل العلم لكن ليست هي الأصل، وتفخيم هذه الحالات الاستثنائية ووضعها جنبا إلى جنب مع الأصل هذا يضعف الأصل، يضعف الحكم العام الذي جاء عاما في الوحيد. ثم هو يضعف يقيننا بدلالة الفطرة على التوحيد، يضعف اعتبار التوحيد أوضح قضية تثبت في الأذهان. كل هذا بدل أن يكون خطابنا كخطاب الوحي، أن نقول لهم ونصدع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لكن اليوم لا لا طأطئ رأسك فهؤلاء معذورون مساكين، لا تخدش مشاعر غيرك بتبديعه أو تكفيره، هذا هو المهم اليوم، ولا تعتقد أنك على حق يميزك عن غيرك وأنت بذلك تكون إنسانا مقدرا، إنسانا محترما محايدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يثبتني وإياكم على الدين. وختاما أخي، اعلم أن دماء المسلمين عبر العصور سالت دون التفريط بالولاء والبراء، سالت دماؤهم دون خسران الغيرة على العقيدة والدين، سالت دون جعل حق الله جل وعلا آخر الحقوق والعياذ بالله، أسالها التتر من قبل بدعوى فرض التسامح وفرض التساوي بين الأديان والفرق، كل ذلك ليسلب من الناس الولاء على التوحيد وأهله والبراء من الشرك وأهله، كل ذلك ليجعل البوصلة إليهم وعليهم، هذا ديدنهم أخي، هذا ديدنهم عبر العصور، يقمعك إذا رأى تمسكت بدينك توالي وتعادي عليه تبغض وتحب في الله لا لغيره. فعلها التتر من قبل ويفعلها ماكرون ورئيس الوزراء الهندي وغيرهم كثير، أقوام يريدون إزاحة المنظومة الدينية وأن تخلو الساحة لمنظومتهم الخاصة، لا أكثر. هذه غايتهم وهدفهم، وها هي الدماء تسيل في الأرض المباركة، يسيل دماء المسلمين هناك عصابة، رئيس وزرائهم ترشح لجائزة نوبل للسلام مرتين، أطروحات تسامحية ولكنها هي هي المسرحية ذاتها عينها التي نراها في الإعلام في رمضان وفي غير رمضان، تارة تأتيك برشاش وعلى ظهر دبابة وتارة تأتيك في صورة مسرحية وفيلم وكوميديا سوداء، هي هي ذات الأطروحة، الغاية نفسها والهدف لا يتبدل. باختصار يريدون هدم اعتزازك بإسلامك، يريدون الحط من استعلائك بتوحيدك واعتقادك الحق المطلق فيه وقصدك الدائم وحرصك على إنقاذ الخلق به، هذا باختصار الذي يريدون. فلنستيقظ أخ التوحيد وكفانا سقوطا في أوحال هذه الشعارات المرة تلو الأخرى. أتظنني أخي أبرئ نفسي من التأثر بجنس هذه الأطروحات؟ لا أبرئ نفسي ولا ينبغي لك كذلك. أما ترى أننا نشهد اليوم فرنا للتميع يعرض عليه الناس صباح مساء؟ ولذلك انتبه، انتبه وراقب أقوال من تسمع، ثم انتبه وراقب أقوالك أنت وتصوراتك أنت، فمن ذا الذي يبرئ نفسه؟ ربما تأثرنا دون أن نشعر، من الذي يأمن على نفسه أخي؟ الله مستعان، أتريد حلا؟ هل أدلك على طريق النجاة؟ اسمع بعد إقبالك على وحي السماء الكتاب والسنة، ابحث عن جيل لم يتأثر، أو يمكن أن نقول أنه أبعد جيل عن التأثر، ولن تجد حينها جيلا هو أفضل في الأمة ولا أنقى نفوسا ولا أصفى قلوبا من أجيال القرون الأولى. فالتمس أخي ما كانوا عليه، تجرد والتمس ما كان عليه القوم. أبدا لا أتكلم فقط عن قضية الكفار والموقف منهم، ولا عن قضية البدعة، ولا عن قضية كذا وكذا، بل كافة جوانب الدين. هؤلاء القوم، هذه الأجيال كانوا في كل جوانب الدين أهدى سبيلا، فعليك بهم، التمس آثارهم واقتدي بهم وقلدهم وقدم رأيهم على رأيك، تنجو بإذن الله جل وعلا وتسلم. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يمكن لشاب بكاميرا وتذاكر سفر أن يفسد عقائد هذه البلد؟ لا أحد ينكر هذا الفرق، مع أنها برامج تسلية في النهاية، لكن الذي يحصل أنه يكثر من لمسك على هذه الأطراف، يكثر من الاحتكاك بمعصم يدك. هل رحلات جو حطاب وأمثاله تسرق منا وما زالت تسرق من شبابنا وعني باب شنقل؟ ما الخطورة التي يمكن أن تأتي من ظاهر؟